إن تاريخ الإنسانية مزور ومبني على أكاذيب. هذا ما تؤكده الآثار المعاينة في شتى أنحاء الأرض، وبدأ كبار العلماء في شتى مجالات العلم يشككون في العلم الحديث وكتب العلم الحديث، ويرون أن ما تقدمه المؤسسات الأكاديمية بخصوص المراحل التاريخية للإنسان هو كذب ووهم وتزييف للحقائق. لقد وجدت في غابر تاريخ الأمم حضارات متقدمة جداً، اكتسبت تكنولوجيات متقدمة سمحت لتلك الحضارات من الطيران في الجو وبناء هياكل شاهقة وقصور شامخة. وبينما يصور لنا تاريخ العلوم الرسمي أن ما وجد في الأرض قبل 5000 سنة كان غارقاً في العصر الحجري القديم والمجتمعات البدائية التي كان فيها الإنسان لا يزيد ارتقاؤه الثقافي والحضاري على الحيوان إلا بيسير، تكشف الحفريات والآثار الباقية والأدلة المستقرأة عنها أن حضارات متقدمة عرفت الأنواع الطبيعية الأولى للسيارة لما اخترعت العجلة، ولبس الناس فيها ثياباً جميلة لها أزرار ورسومات مطرزة بالذهب واليواقيت، وبنوا البنايات الشاهقة والضخمة التي يعجز عن تفسيرها العلم الحديث، وجربوا الأدوية المختلفة وعرفوا نجاعة تسيير المياه وتخزينه والتحكم في الكهرباء واستعمال الضوء، كما يظهر من آثار الحضارات في سومر ومصر والتوصيلي والعديد من المدن بأمريكا الجنوبية مثل تيواناكو وماتشو بيتشو وأولانتايتامبو. لقد أظهرت الأدلة على أن هذه الأرض قد عرفت حضارات إنسانية راقية تفوق في بعض مظاهرها تلك التي نعيشها اليوم. لعلها عرفت استعمال آلات طائرة وسيارات وكمبيوترات وأجهزة راديو وأسلحة دمار شامل وأجهزة إشعاعية مشابهة للليزر ومراكب فضائية وأدوية متقدمة جداً وهندسة جينية راقية المستوى وهندسة معمارية رفيعة بالغة الإبداع. لقد ضاع ودفن تحت عشرات الأمتار من الوحل والرسوبيات الجيولوجية المتراكمة زخرف تلك الحضارات، وغرقت تحت البحار مدن حضارية كبيرة لا نعرف عنها الكثير، غير أن الأيام تفاجئنا بين الفينة والأخرى بإشارات قوية تؤكد لنا أننا ما نعرفه من تاريخ الدنيا هو شيء قليل، وأن زادنا من العلم الحقيقي زهيد. لعل الارتقاء في سلم التكنولوجيا هو الذي أدى إلى انقراض بعض الحضارات القديمة المتقدمة مثل ما وقع في تيواناكو وغيرها، إذ نرى آلاف الحجارة التي كانت أسوار بنيان شاهق وكأنها تطايرت في السماء بفعل قوة مدمرة هائلة، إذ لا طاقة لمخلوق بزعزعتها من مكانها. ومن هذه الآثار المذهلة والمحيرة للفكر الإنساني المعاصر لوحات الحضارات السومرية، فقد تم اكتشاف الآلاف منها واختص بعض العلماء في تحليل نصوصها. ومن هؤلاء العلماء زكريا سيتشين، وهو عالم أمريكي من أصل روسي ولد في أذربيجان واختص في حل الشفرة السومرية. اكتشف سيتشين لوحات فيها رسوم متقدمة جداً بالمجموعة الشمسية بعدد الكواكب 12 التي توصل إليها العلم الحديث، وبعد سنوات من الدراسة والتحليل خلص به المطاف أن عمالقة قادمين من الفضاء زاروا الأرض في زمان قدر بأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد،
وعلموا السوميريين القدامى ما لم يكونوا يعلمون. وتقول النصوص السومرية القديمة في وصف العمالقة أنهم قوم جاءوا من السماء. ومن هذه الآثار المحيرة أيضاً رسومات نازكا في البيرو التي قامت بها حضارات في 100 قبل الميلاد. نازكا هي تلك الأشكال المرسومة ويبلغ طول كل منها 10 كيلومترات، ولا يمكن مشاهدتها كاملاً وأنت تمشي على الأرض إلا إذا كنت محلقاً في السماء بالطائرة. فصورة القرد تبلغ 55 متراً، وصور أخرى للطير والرخم قد تصل إلى قرابة 100 متر. لو رأيتها من السماء وأنت في الطائرة حينها ستعرف مستوى تلك الحضارات الغامضة. لو رجعنا إلى أمثلة الأهرام لقضينا منها العجب. قام اليابانيون منذ 10 بمحاولة بناء هرم مصغر يبلغ ارتفاعه 35 قدماً، بينما الهرم الأصلي يبلغ ارتفاعه 82.4 قدم. واستخدموا أحدث التقنيات والوسائل المعمارية المعروفة في عصرنا الحديث، لكنهم فشلوا في هذا المشروع. لقد فشل الإنسان العصري في استنساخ المنجزات التي قام بها الإنسان القديم. الهرم الأكبر يحتوي على 2,300,000 حجر، يزن كل حجر 100 طن، وهذه الأحجار مركبة بدقة وإتقان كبيرين، كأنها قطعت بالليزر وألصقت فيما بينها. يقول المؤرخون أن مدة بناء هذا الهرم استغرقت 20 عاماً. هذا يعني أن المصريين قاموا بتركيب 7 أحجار في الدقيقة الواحدة. وإذا كان هذا صحيحاً فلا بد من وجود تقنيات وقوى لم نألفها بعد. وبلغ من حيرة العلماء أن بعضهم ذهب بالدليل والحجة إلى أن بناة الأهرام أناس جاءوا من الفضاء وليسوا من بني البشر. أولانتايتامبو هي الأخرى من عجائب الحضارات القديمة المتقدمة تكنولوجياً. اشتهرت المدينة في القرون الوسطى لما تخندق بها القائد العسكري مانكو إنكا للمقاومة ضد الاحتلال الإسباني الذي اجتاح البلاد بعد اكتشاف كريستوف كولومب لها. تقع المدينة بشمال مدينة كوسكو في البيرو على ارتفاع شاهق يقارب 3,000 متر، ولا يزال العلماء عاجزين على تفسير بنائها المكون من صخور كبيرة كأنها قطعت بالليزر لدقة خطوطها واستواء زواياها. وكانت أولانتايتامبو معمورة أكثر من 600 قبل الميلاد، ولو صدقنا العلم الحديث لأخبرنا أن تلك الفترة كانت العهد الحجري، أي أن الإنسان لم يكن بعد عرف العلوم وكانت حياته تدور على الصناعات الحجرية البدائية. وهذا ما تكذبه حضارة أولانتايتامبو المتقدمة، فالحجارة المنحوتة التي تم البناء بها لا يستطيع تقطيعها إلا الحديد المستعمل عبر آلة متقدمة تكنولوجياً.
أما معبد بعلبك في لبنان فنرى أن تلك الأحجار الطويلة التي تزن 1000 طن لا زالت تمثل لغزاً كبيراً بالنسبة للمهندسين المعماريين في عصرنا الحديث. زد إلى ذلك أن الحجر مقطوع بدقة متناهية، كأنك تقطع بالسكين القاطع في قطعة زبدة. أما في بوليفيا فآثار مدينة تيواناكو الواقعة بجانب بحيرة تيتيكاكا لا زالت تمثل سؤالاً كبيراً لدى العلماء. نجد في هذا الموقع آثار مدينة سحيقة في القدم، هي أقدم مدينة في التاريخ، بناياتها استوجبت آلاف الأطنان من القطع الحجرية الضخمة التي لا تستطيع حملها أي آلية ميكانيكية حديثة. ثم الصخور مصنوعة بدقة كبيرة وفيها ثقب ومخروطات لا تتأتى إلا بالآلات الإلكترونية المتقدمة. ثم إن بالمدينة أكثر أنظمة مياه تعقيداً في التاريخ حتى بالنسبة لعصرنا الحديث، لم يرى الخبراء أو سمعوا بما يشاكلها في الدقة والتعقيد، فأنظمة الري المؤلفة من قنوات وممرات مائية تحت أرضية وأنظمة هيدروليكية هي معجزة هندسية خارقة. لقد بلغت الحيرة بالعلماء أمام تيواناكو أنهم قالوا أنه يستحيل للإنسان بلوغ هذا المستوى من الحضارة في ذلك الوقت إلا إذا كانت هناك مساعدة من سكان متقدمين لحضارات خارجة عن كوكب الأرض. ولكنك ستدهش أكثر إذا رأيت مدينة ماتشو بيتشو الأثرية في بيرو. إنها المدينة التي لا يطلع عليها الناس إلا إذا تسلقوا جداراً جبلياً شاهقاً لبلوغ هذه المدينة المخبأة وسط السحاب بتنظيمها وبنائها البديع، ولذا تحمل ماتشو بيتشو أيضاً اسم المدينة المفقودة. تعني كلمة ماتشو بيتشو بلغة الأنكا قمة الجبل القديم، وتوجد المدينة على شفا هاويتين يحيطان بها بانحدار طوله 600 متر مغطاً بغابات كثيفة، بينما يجري أسفلها نهر أولو بونتا لترسم كل هذه العناصر مشهداً مهيباً لهذه المدينة الغامضة. وعلى الرغم من هذا فإن شعب الإنكا شواهد تدل على حضارات عظيمة، إلا أن هذا الشعب لم يعرف الكتابة، لذا لا يوجد أي سجل تاريخي يحكي قصته أو قصة هذه المدينة بدقة. وكل ما لدينا عن هذه الحضارة هو ما تم تناقله عبر الأجيال. وعلى الرغم من جمال وعبقرية المكان، إلا أن هذا ليس التميز الوحيد لماتشو بيتشو، بل العجيب أن هذه المدينة مبنية بأسلوب عصري لا يتناسب وحضارة قديمة لم تعرف الكتابة. فتحتوي المدينة على شوارع صغيرة مرتبة وبنايات وقصور وحدائق وقنوات ري وبرك استحمام، والعجيب أن المدينة بأكملها مبنية من أحجار كبيرة الحجم ومتراصة فوق بعضها مثبتة بدون أي أدوات تثبيت. لذا وكما حدث مع الأهرامات، ظهر أن الكثير من الأشخاص الذين ادعوا أن هناك مخلوقات فضائية نزلت في هذا المكان وبنت هذه المدينة. إن حقائق الدنيا الغابرة والمستشفة أكبر بكثير مما يمكن للإنسان العادي تحمله واستيعابه. البروفيسور زكريا سيتشين قد ذهب أبعد من تلك الروايات بكثير، فقد ذكر في كتبه
أنه اعتمد على أدلة جمعها من مخطوطات وسجلات قديمة من مصر والسومريين وحضارة التيواناكو في جنوب أمريكا ببوليفيا، وخرج بحقيقة ثابتة تؤكد مجيء مخلوقات فضائية تشبه الإنسان وليست بإنسان، سكنت الأرض منذ نصف مليون سنة وعلمت الناس أموراً تفيدهم في دنياهم. وكشف عن الكثير من الحقائق بخصوص تلك الإنجازات الهندسية والمعمارية العظيمة، مثل الأهرامات ومعبد بعلبك وموقع تيواناكو وبرج بابل وغيرها من الصروح القديمة الدالة على تكنولوجيا متقدمة جداً. ولم تجد تساؤلات ستشين الكثيرة حول هذه الصروح الأجوبة المناسبة لها بين المجتمع العلمي الذي لا يزال يعتمد على المنطق التقليدي البدائي في عملية تفسير تلك الإنجازات الجبارة. أرشدنا القرآن إلى أن نتساءل ونبحث ولا نرضى بالكسل ولا بالحلول السهلة، ودفعنا إلى السفر والنظر والإمعان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. هذا المدخل العام يحملنا إلى الإمعان مجدداً في آثار صحراء الجزائر. فأنت إذا تنقلت إلى الصحراء فزر إليزي، فإنك لن تندم وستتعلم فيها الكثير. وإذا وصلت إلى إليزي فاطلب زيارة كهوف جبارين، وسترى فيها مئات الرسوم والنقوش التي تمثل يوميات رجال ما قبل التاريخ في حياتهم ومعاشهم، في الصيد وفي البيت ومع الأهل ومع الماشية وفي مطاردة الحيوانات البرية. لم تكن حينها الصحراء صحراء، بل كانت أرضاً طيبة المنبت يكثر فيها الكلأ والعشب والماء والطرائد. كانت حضارة طاسيلي حضارة متقدمة بلا شك، فقد اخترع أهلها الملعقة والفرشاة والسكين والعجلة والسيارة الخشبية، عندما كانت أوروبا في غياهب الظلمات الحالكة لا تعرف شيئاً عن المعادن ناهيك عن السيارات، وكان ذلك قبل أزيد من 10,000 سنة. إن تاصيل آجر في صحراء الجزائر وكذا تاصيل الهجار لم تكونا بالصورة التي نعرفها اليوم، أرضاً قفراً بلقعاً لا شجرة ولا ماء فيها، بل كانت بالعكس من هذا أرضاً خصبة كخصوبة المتيجة أو أكثر كما تدل عليه رسومات الكهوف. وسترى في جبارين أيضاً رسوماً ستذهلك، رسوماً لرجال ليسوا كبني البشر ومخلوقات ليسوا من كوكب الأرض. في الحقيقة تمتد هذه الرسوم على امتداد الصحراء في سلسلة من الكهوف تقع في مرتفعات طاسيلي تم اكتشافها بالصدفة في عام 38,900. رجال ما قبل التاريخ كانوا يرسمون مشاهد حياتهم اليومية لا يزيدون عنها ولا ينقصون منها ولا يكذبون فيما يرسمون، ولا غاية لهم إلا ترك أثر لمشاهد يومية مرت عليهم. فالرسوم والنقوش والنحوت كانت بمنزلة الصحافة المكتوبة اليوم، الهدف منها تصوير مشاهد وتثبيت أخبار وتقييد يوميات. وعلى هذا فالرسام القديم كان مؤرخاً للحياة اليومية. في يوم ما من سنة ما من سنين ما قبل التاريخ رأى رجل الطاسيل مخلوقات نزلت إلى الأرض واختلطت بها فرسمها، ولم يزد على الرسم كلمة واحدة، فالصورة أبلغ من 1,000 كلمة. رأى مخلوقات جاءت من السماء فصورها، ورأى عمالقة فصورهم، ورأى مركبات طائرة فرسمها.
لم يقل رجل التاصيل كلمة أخرى غير ما رسم، فجعلنا في حيرة من أمرنا. من أين جاءت هذه المخلوقات؟ أمن الفضاء أم من مكان آخر في الأرض؟ لماذا اختلطت تلك المخلوقات ببني البشر حينا من الدهر ثم ارتحلت؟ ماذا تركت للإنسان بعد رحيلها؟ أحقا تركت له العلم وأدوات التحضر كما قيل، أم تركت فيه بصماتها وجيناتها فغيرت أسلوب تفكيره ونمط عيشه إلى الأبد؟ لكل من الآراء أنصار ولكل مذهب أهله من العلماء، لكن تبقى الحقائق نسبية، وليس لنا إلا أن نقول رجما بالغيب. الرسوم مذهلة فعلا، وجعلت اليوم تلك المغارات تتحول من كهوف في سلسلة مرتفعات صحراوية إلى واحدة من أكثر الألغاز غموضا في عصرنا، والتي يجتهد العلماء في البحث وفي فك مقفلاتها وتفسيرها تفسيرا عقليا وعلميا ومنطقيا، ولكن من دون جدوى. في كتابه Histoire inconnue des hommes depuis 4000 ans، ذهب الكاتب الفرنسي روبرت شارو إلى أن التاريخ الإنساني للبشر غير معروف، وأن الحقائق مزيفة، وأن غابر الأزمنة الضاربة في عمق التاريخ عرفت حضارات متقدمة جدا، وأن هناك نية حقيقية لصناع القرار في العصر الحديث في إخفاء الحقائق عن الناس. وكان شارو الممهد الأول والأساسي لنظرية ركاب الفضاء القدامى، وهي النظرية التي تعتقد أن ناساً من خارج الأرض زاروا الأرض في الأزمنة الأولى واختلطوا بالبشر وعلموهم ما ينفعهم من الزراعة والتكنولوجيا والرياضيات والفلك وغير ذلك مما لنا منه أثر. في كتابه Chariots of the Gods يرى الكاتب السويسري الشهير إريك فان دانيكان أن حضارة جاءت من خارج كوكب الأرض واختلطت بالبشر ولقنتهم علوماً وارتحلت. وللتدليل لنظريته زار إريك فان دانيكان الجزائر وقضى أياماً بتاصيلي، وصور الكهوف والمغارات التي حملت رسوماً لمخلوقات عجيبة، منها ما يرتدي لباس الفضاء لا ينقصه منها شيء، ومنها ما يرسم رجالاً يحلقون في الفضاء لا يخضعون للجاذبية، ومنها لعمالقة أكبر من باقي الناس ومركبات فضائية. وهناك أيضاً رسومات لبعضهم يرتدي ملابس تشبه ملابس الضفادع البشرية، وآخرون يتوجهون لما يشبه أسطوانات غامضة تبدو أنها تهبط من السماء. لم يكد العلماء أن يصدقوا لما رأوا ذلك لغرابة المشاهد، فتوافد الباحثون والعلماء على المنطقة من أرجاء العالم، وقرروا أن يقوموا بالشيء المنطقي الوحيد الذي يثبت جدية هذه الرسومات من عدمها، وهو دراسة عمر هذه اللوحات والرسومات. فكانت المفاجأة أن عمرها يتراوح ما بين 7 و12 ألف سنة. بعد هذه الحقيقة العلمية المؤكدة ظهرت كل النظريات المختلفة التي يقول بعضها أن ثمة مخلوقات فضائية جاءوا إلى هذه المنطقة في هذا الوقت السحيق من عمر الحضارة البشرية وأرادوا ترك أثر بها، ونظرية أخرى تشير إلى أن هذه الرسومات وضعها أهل مدينة أتلانتس الغارقة الذين توصلوا لعلوم وتقنيات مذهلة تفوق ما وصل إليه البشر في يوم الناس هذا. لكن المؤكد أن كهوف تاصيلي تحديداً هي واحدة من أكثر الظواهر غموضاً في التاريخ الإنساني منذ اكتشافها،
والتي تثبت بشكل عام أن التاريخ الذي نعرفه اليوم هو تاريخ حديث الولادة، وأن هناك أناساً وشعوباً وحضارات وأحداثاً حدثت في هذه الأرض منذ زمن سحيق ولا نعرف عنها شيئاً على الإطلاق.